قدمت تعديل في قانون النشر اللي هو يعني منع الحبس، يعني تعديل على انه الحبس في النشر، ازاي الكلام يوصل للمحكمه، ازاي لغه الكلام او التعبير تبقى تخش في المحكمه. وقدمت مع زمايلي الدكتوره امنه نصير والدكتوره منى منير والدكتور محيي الدين برضو عن قانون العقوبات، وخصوصا في الماده بتاعت ازدراء الاديان. واستاذه انيسه حسونه، وانيسه حسونه كلنا قدمنا معاها في مفوضيه مناهضه التمييز. كل ده من اجل زي ما احنا شايفين، زي ما حضرتك قدمتي في المقدمه، انه احنا عندنا مشكله ليها بعدين، بعد بالوضع الحالي اللي احنا فيه والمرحله الانتقاليه اللي احنا فيها، تتعلق بانه احنا في وضع في من بيحاول يفتح ابواب لاستنزاف الدوله المصريه. والبعد الثاني اللي هي الثقافه اللي اتزرعت في الشعب المصري لمده 40 سنه. البعد الاولاني بنعاني منه مش بس من خلال تطبيق، من خلال سن القوانين. هي المشكله ان لما المشكله بتيجي، اللي بيتعامل مع المشكله بيشترك في نفس الفكر الطائفي مع اللي صنع المشكله. فاهم قصد حضرتك؟ طبعا. فهي دي اكبر مشكله ممكن نكون بنواجهها دلوقتي، لانه اديني قاضي عادل وقانون ظالم افضل ما تديني قانون عادل وقاضي ظالم. او سلطه تنفيذيه ربما اصبحت جزء من المجتمع المتاثر. السلطة يعني أنا عايزة أقول النهاردة كنا مع الأجهزة الأمنية، ونقدر نقول إنه هناك في الأجهزة الأمنية من يتعامل مع الملف ده بشكل طائفي برضه. طبعاً ده اللي أنا بقوله، إنه إن المشكلة أكبر بكتير من إنها تحل بقانون.